حبيب الله صلي وعلى المدني مصطفى حبيب الله فالكائنات ضياء فم الزمان تبسم وسحق. كنهنيو سكان ديال الكبير بهذا الحفل اللي عيمناه الطائفه العيساويه برئاسه محمد بن ناس اللي كتحتضن مدينه الاصل الكبير، والحمد لله اللي دارت هذه الخرجه اللي هي الدوره الثالثه، الخرجه ديالها الثالثه اللي الحمد لله دازت على احسن ما يرام، ودازت بواحد النشاط وواحد التنظيم من عند السكينه ومن عند لقينا واحد اقبال من عند الشباب الحمد لله اللي هما مشكورين من هنا. وكنشكروا الساكنه ديال مدينه الاصل الكبير اللي تعاونت معنا، وكنشكروا السلطات المحليه منهم السي الباشا اللي هما وقفوا معنا حتى هما في التنظيم ديالهم، وكنشكروا الاعلام اللي هو اللي جات غطات هاد الخرجه الوطني العيساويه، الاعلام الوطني لا من كاينه بزاف بلا ما نذكروا لا داعيه لذكر الاسماء، كنشكروهم حتى هما. وكنشكروا الضيوف الشرف اللي جاو لعندنا، السي عبد الرزاق جا من مدينه العرايش، والسي الياس اللي جا من مدينه تطوان، وكنشكروا النادي الملكي القصري على التنظيم ديالو للدراجات الناريه، كنشكروه على التنظيم ديالو اللي حتى هو شارك معنا في التنظيم ديالو. وكنشكروا هاد الوجوه الشباب اللي هما من المجموعه ديالي ولا من غير المجموعه ديالي، حتى هما كنشكروهم لانهم شاركوا معنا باش طلعنا هذا الحفل الرائع بالمناسبه بذكرى مولد النبوي الشريف. ونخلي لكم الكلمه للضيف ديالنا السي الياس اللي السي عبد الرزاق اللي جانا من العرايش. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحه انا جيت سعيد مع الجمهور عزام الدواق هناك في الفنادق ديال التراث، كنتمنى تعرف راه شي حيت راه كنبقي اللي كنحس بشي ديال التراث قارب شي وشي، ولكن حنايا الشباب كنحاولوا يعني نشدوه ما يندثرش. وكنشكر الاخ انس اللي على الضيافه الله يكبر بكم، شكرا بزاف، شكرا للطاقم الصحفي كل واحد باسمه، وكنشكر السلطات المحليه حتى هي اللي قامت بالواجب. التنظيم كان في مستوى مطلوب، وتحياتي للجميع. وندوز الشكر التام للمجموعه ديال الناس بارك الله كانت في المستوى، شرفت المدينه بطاقم كبير هذا الحفل الديني بامتياز، تبارك الله عليهم ورفع لهم القبعه، كنشكرهم جزيل الشكر باسم سكان مدينه القصر الكبير. فهذا شرف لنا انهم يكونوا عند المجموعه في هذا المستوى هذا. مره اخرى كنشكركم جزيل الشكر لكم، السلام عليكم. وغندوزو ندوز لكم لواحد السيد اللي شاد الطريقه الصوفيه تا هو في مدينه القصر الكبير، اللي غادي حتى هو يعبر معنا على الدوره، خرج معنا هذه الدوره الثالثه وغادي تنتشر في الكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على مولانا رسول الله. Thank you.
بالنسبه لهاد الاحياء هاد الثغرات ديال الاثر الكبير، كنت كنشكروا سي انس، كنشكروا الساكنه، كنشكروا المنظمين، كنشكروا السلطات المحليه. هذا الشيء كيدل على واحد نوع من الماضي بقى كيتجدد. حنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى مع المده يكون هذا الشيء بواحد الطريقه ان شاء الله الرحمن الرحيم كبيره، ان مدينه الصرف الكبير كتعرف واحد القاعده ديال هذا المولد، يعني من واحد العصر قديم انس. وهذا الشيء هذا الحمد لله من تبدا من الزوايا من الحمد لله من الديار من الطقوس، يعني احتفالا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نشكروا الجميع وكنشكروا الحضور وكنشكروا الجميع كما كبيرا وصغيرا. مدينة الصرف الكبير الحمد لله كتفتخر بهذه العلامه هذه ديال مولاي علي بو غالب، اللي هو دوز واحد الماضي ودوز اجيال، والحمد لله هذا الشيء هذا كيحيا. وكنشكروا الجميع ثانيا وهذا الشيء هذا كنوصلوه كذلك الاجيال الصاعده، والحمد لله كنشوفوا غير الخير في هذه الوجوه الشابه اللي كتنورونا بهذا الحفل هذا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرور لأنني هذه المرة الثالثة أولا اللي كنجي مع المقدم أنس، هذه السنة الثالثة والحمد لله كنجي كنلاحظ بلي أنا ماشي غنهضرو على صورة العيسى وحتى من ناحية الساكنة ديال القاصد الكبير، الناس متفتحين وواعيين تبارك الله وكيعرفوا الواقع. فالكلمة اللي غنقول السيد أنس هو تبارك الله اليوم دائما كنحاول كنجي كنلقى الجديد وكنلقى الدراري كتصابط واحد الكلمة. أولا هاد الفرقة الأولى اللي شفت الأولية اللي بداو بعدا في الإحياء الصورات، عاد تبعوهم فرقات أخرين، كنشكروا على الاستضافة وشكرا لكم أنتم، وكنشكروا المنابر الإعلامية اللي جات خطات هاد الحدث، وكنشكروا ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.